ونتحدث عن تفاصيل الأسواق العالمية، وطبعا تفاعل أسعار النفط مع هذه الأخبار، وأيضا تراجع المخزونات الأمريكية مع لينا قنوع وهي محللة الأسواق تنضم إلينا من إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا لينا. أهلا بك. دعينا نبدأ من تطورات وتحركات أسعار النفط برنت فوق مستويات ال 75 دولار للبرميل بدعم من تراجع في المخزونات الأمريكية بمقدار الضعف عن ما كان متوقعا. برأيك كيف يتحرك وسيتحرك خلال الفترة القادمة ما إذا بدأنا نشهد عودة للإنتاج الأمريكي للعمل؟ نعم، بالنسبة لتقرير معلومات إدارة الطاقة الأمريكية أظهر انخفاض في المخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية 6.4 مليون برميل يوميا. ونلاحظ أنه بولاية تسليم كاشنج كان في هناك 1.1% انخفاضا في المخزون. أيضا نلاحظ أنه كان في طلب على الخام وخاصة استهلاك على النفط الخام ارتفع تقريبا ب 85 ألف برميل خلال نفس الأسبوع. وأظهر تقرير معهد البترول الأمريكي انخفاضا خلال الأسبوع آخر البيانات التي أظهرها ب 5.4 مليون برميل يوميا. فهناك تراجع في مخزونات الخام إعصار أيضا أثر بشكل كبير وشكل هذا الضرر على الإنتاج في خليج المكسيك. ويعني رغم انه في مشاهد في خطوط الانتاج والمصافي عوده، ولكن الانتاج بحد ذاته كانت التوقعات ان يكون هناك اسرع في الانتاج لكن لم يحصل، فهذا داعم لارتفاعات اسعار النفط نحو الارتفاع. وبالتالي نحن نتحدث عن انخفاض للمخزون الخام في المخزون الخام في الولايات المتحده الامريكيه لعده اسابيع متتاليه رغم انتشار وباء كورونا، لكن حملات التطعيم اللي عم تتم على نطاق واسع وشامل تدل على الطلب العالمي على النفط، وخاصة هناك توقعات من معلومات الطاقة الأمريكية بأن هناك بالفعل يعني ارتفاعات لتوقعات بأن لعام 2022 والطلب العالمي على النفط أن يتزايد، بالرغم أنه خفضت توقعاتها للربع الرابع من العام المقبل. فالأساسيات الداعمة لارتفاع أسعار النفط مؤقتة برأيي، وأنه سوف نظل في نطاق تقريبا، نحن نتحدث عن الخام الأمريكي الخفيف بين 65 دولار وال 75 دولار في هذه الفترة القادمة، لكن الارتفاعات هي مؤقتة لحين عودة الانتاج. جيد، دعينا ننتقل إلى موضوع آخر. يعني في ظل بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت منسجمة ربما مع التوقعات ولم يحدث فيها جديد، كيف ستكون توجهات الاحتياطي الفيدرالي في ظل هذه الموجهات والبيانات الأخيرة خاصة في سوق العمل أيضا؟ بالنسبة للبيانات الاقتصادية الصادرة، طيب لم أسمعك جيدا. نعم، أتحدث عن توجهات الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في المرحلة المقبلة بناء على المعطيات على الأرض. نعم، بالنسبة لتوجهات الفيدرالي الأمريكي، نحن نترقب الاجتماع المقبل خلال الأسبوع القادم في 21 والثاني والعشرين من سبتمبر، في حيث ننتظر هذا القرار المهم من الفيدرالي الأمريكي، وخاصة نحن نترقب بيانات اقتصادية مهمة سواء مبيعات التجزئة الأساسية التي ربما تعطينا انكماش لشهر أغسطس بعد أن شهدنا انكماش أيضا في شهر يوليو. بالتالي يعني هناك ارتفاعات للنمو في مبيعات التجزئة بشكل عام. نحن شهدنا ارتفاع يعني منذ أبريل من عام 2021 تقريبا ارتفاعات، نحن نتحدث عن 53.4% قبل أن يتباطأ وتيرة النمو ونصل إلى مستويات 15.8%. فوتيرة التباطؤ في تلك البيانات أو مبيعات التجزئة ربما نحن تعطينا أنه يعني حصول هذا الانكماش في مبيعات التجزئة. طبعا إعانات البطالة الأسبوعية التي ظهرت أيضا هي في على استقرار، نلاحظه تقريبا منذ الأسبوع الأخير من شهر مايو. نعم،
لم تعد مستويات إعانة البطالة الأسبوعية كما هي قبل جائحة كورونا، فنعتمد على قرار الفيدرالي الأمريكي الذي يظهر. لو البيانات طبعا ليست إيجابية ربما يكون هناك توجهات للفيدرالي الأمريكي بأن يقوم بتقليص برنامج شراء الأصول، سواء نحن يعني أنا هذا ما أريد أن أسأل عنه لينا، نوفمبر أو بشهر أكتوبر. نعم تماما، تأثير التوقيت والبرنامج الخاص بالفيدرالي لخفض برنامج شراء الأصول كيف سيؤثر على الذهب والذي يتداول معنا في نطاقات ضيقة جدا، يعني الآن حتى دون $1,800؟ نعم كما ذكرتي فعلا قرار الفيدرالي الأمريكي مهم جدا، والذهب الآن يتداول ضمن هذه النطاقات الضيقة لحين يتبين قرار الفيدرالي الأمريكي هل سيقوم بتقليص برنامج شراء الأصول. هناك انقسام يظهر أنه في الأراء حول هل سيتم بتقليص برنامج شراء الأصول في شهر أكتوبر أو في شهر نوفمبر أو في شهر ديسمبر، لأن البيانات يعني رغم وجود في تعافي اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية لكن هناك في تباطؤ في وتيرة النمو، فأي أي قرار بتقليص برنامج شراء الأصول طبعا سيؤثر سلبا، وخاصة نحن بيانات التضخم الأمريكية تراجعت، يعني رغم أنها مرتفعة بشكل عام لكن هي تراجعت من 5.4% إلى 5.3% خلال الشهر الماضي، يعني بدأت التضخم بالانخفاض، وهذا لا يصب بصالح الذهب لأن نحن نعلم أن الذهب يعتبر أداة تحوط ضد ارتفاع التضخم، وبالتالي قرار الفيدرالي الأمريكي لو جاء بتقليص سيكون هناك إيجابي للدولار الأمريكي وسلبي على الذهب. نحن نتحدث أن الطلب الاستهلاكي على الصين عاد إلى قبل مستويات جائحة الكورونا، عم نشوف في طلب استهلاكي من الصين، نحن نتحدث تقريبا ارتفع في النصف الأول في عام 2021 ليصل تقريبا 338 طن بنسبة ارتفاع قدرها 122%، فالطلب على الاستهلاكي من الصين هذا يدعم أسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل، لكن ما زالت نحن نظرتنا لأسعار الذهب على المدى الطويل ما زالت مشرقة. نعم. ونتوقع ارتفاعات لأسعار الذهب، لكن في هالفترة الحالية سنشهد التذبذب لحين صدور قرار الفيدرالي الأمريكي ثم نستطيع أن نحدد الاتجاهات لأسعار الذهب. إذن شكرا جزيلا لك لينا قنوع محللة الأسواق العالمية في إيكويتي جروب، كنت معنا من عمان.